مساء الخير عليكم بنات، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. غالبا وجهتي الحين رايح اروح نايس، يلا توكلنا على الله. شوف عندهم خصم من 30 إلى 70%. بس يشوّل شو الطقم هذا على الخصم، 167 بعد الخصم. مرة شكله حلو، مرة حلو، بس عد الأشكال الرمضانية أحس كذا ما عاد تسوي دوم منها مرة ثانية بشكل رسمي. هنا شوفوا الأكواب هذه 39. الجمال كل ما اجي اصوره مره جميل وانيق ان شاء الله. 11 قطعه ب 144. شو بعد هذا مره حلو. في منه الذهبي هذا والفضي، في الكبير هذا حق الشاي، 6 أشخاص ب89. مرة حلو. شو بعد هذا مرة يجنن، ترى جودته ما شاء الله تجنن، تحسون النار ما أدري. حلو هذا طقمه كامل 219 مع العيال. هنا أشكال، ترى أغلبها عليها خصم. هذا شوفوه 99، هذا 139 بعد الخصم، كل عليها خصم. حلو هذا، حلو هذه طقم متوقع شاي وقهوة 319. شوفوا هذول سكرية مع وعاء كريمة مع بعض طقم، مرة حلو 42 ريال. شو هتحسون لعبة كأنه أشياء كذا كورية، أو مرة حلو. هذا أصغر شوية، شو سعره 169. شو الصواني هذه أحس تصلح، تحطونها كذا في طاولة الشاي والقهوة، 144 عليها خصم، كان سعرها 289. شوفوا الستاند اللي عندي في البيت نفس هذا، ماكينة نسبريسو أو كبسولاتها في الستاند هذا وفي هذا أتوقع، هذا وهذا، بس هذا ذهبي، هذا وهذا بس، الباقي كلها حق شركات ثانية. هذا شوفوا كبسولاتها كبيرة. شو هنا صحون للمكسرات شكلها كيف، في أكثر من لون منها، في هذا الخشبي وفي الفضي وفي هذا، مرة حلوين. هذا حلوين، هذول حلوين مرة حبيتهم، 39 مرة حلو. شو هذا بس مرة ثقيل، ترى ديكور ذا أتوقع ديكور رخام. شو هذا خشب، شوفوا هالستاندات الكبسولات، أوريكم أسعارها بس. شوفوا
هذه عليها عرض، هذه الكبيرة عليها عرض 39 ريال، هذه عليها عرض الكبيرة صارت 34، هذه 29، هذه الذهبية شو طقم الصفرة 18 قطعة 649، بس مرة حلو بس الصف زيادة شكله كذا واضح، أبي شيء يكون مش ألوان كثير بحاول. شو هذي طبق تقديم 199، هنا الأكواب القزاز أتوقع أنها كريستال، أي كريستال كلها. شو أسعارهم؟ ما عليهم خصم أبداً. كلها نفس الأسعار، هنا أشكال ثانية. خلوني أروح جهة الطقوم الكاملة، أنا لأني أصلاً جاية لطقوم في الله. هذا خصم بعد القطع هذه 219، صارت 109، 100 ريال. ما أدري نفسي أنتو، أنا أحب نايس كثير تعجبني أغراضه، مو كل شيء بس في أشياء كثير تعجبني. شاليها خصم هذه. تذكرني اللي في الصالون اللي يحطون فيها أغراض الاستشوار. شو هذه السادة الصغيرة حلوة، حبيت شكلها. في منها الأبيض هذه عليها خصم مرة حلوة، بس حبيت السودة أكثر، مرة حلوة. هنا قسم مباخر، شو مباخرهم جنة، مرة حلو. هذا ب299، يعجبني المباخر الثقيلة اللي ما تطيح من الطاولة كذا، لو هفها شيء أو حاجة ما تطيح. أنا عجبوني كلهم بس أكثر شيء هالقطعة ذي حبيتها. في هذه المباخر اللي كذا تحس إنها عملية أكثر، سعرها 279. وهذول تحت ستاند حق شمعات، ترى امشي واقضي فهمتوا، بس بعدين ان شاء الله اذا خلصت اوريكم الاشياء اللي اشتريتها. القطع اللي هنا كلها عليها خصم، لو اديكم الاقسام الثانيه. نايس طول السنه عندهم خصم كبير، خصم صغير، بس في خصم كذا يحمس. مفارشهم بعد ترى جودتها حلوة حقت الفرش. هذا شو سعره؟ 174 ريال. شوفوا هناك سعره 4 قطع. هنا شوفوا الكماليات، شو حامل الشموع هذا 23 ريال. شوفوا صحن كذا ديكور تحطونه حلو. هنا الركن هذا اغلبه قزاز بس يعطيكم انه خشبي، لا والله خشب، توقعته قزاز. هنا قزاز من برا خشب، شو قطعات الاجبان، ملاعق الاجبان. هنا بعد احس ركن فطورات اكثر. هنا الفوانيس بس الكبيرة مرة. شو هذا 39 ريال، شكله حلو وكبير ما شاء الله.
مرة حلو، مدري عجبكم ولا عجبني. هنا بعد أشكال فوانيس ثانية مرة حلوة، كأنها فواحة ما كنا فانوس. شكلها حلوة، هذه 98 نفس شكل المسجد كديكور أتوقع، وتحطوا فيها شمعات يمكن صغار. هذه 69 يمي، بسم الله تتحرك قطعتين. اها تحطون هنا الشمعة. شو هناك بعد مجموعة اشكالها حلوة، تحسونه كذا ذهبي نحاسي في رمضان احس جوه. شو اسعارها؟ 129 139. هنا بعد اشكال فوانيس ثانية مرة حلوة، كأنها فواحة ما كنا فانوس. شكلها حلوة، هذه 98 نفس شكل المسجد كديكور أتوقع، وتحطوا فيها شمعات يمكن صغار. هذه 69 يمي، بسم الله تتحرك قطعتين. اها تحطون هنا الشمعة. شو هناك بعد مجموعة اشكالها حلوة، تحسونه كذا ذهبي نحاسي في رمضان احس جوه. شو اسعارها؟ 129 139. حامل شمعة كنت اتوقع، يعني ممكن تحطون في اي شيء ثاني بس طلع داخل تحطون شمعة، بس نفس فكرة الفواحات بس انها بلا زيت. يعني شو هذا كيف شكلها؟ تحسون كذا يخوفون مرة قزاز، أخاف ينكسرون أو شيء. حلو تكون أشياء معدن. بس كذا بنات خلصت تسوق، خذيت يعني أهم الأشياء اللي أبغاها، كذا بحاسب وبروح البيت بإذن الله. أتمنى يا رب المقطع عجبكم والجولة عجبتكم، إذا عجب المقطع تنسون حطوا لايك، اشتركوا في القناة، أشوفكم مقاطع جاية بإذن الله. مع السلامة.